شعب مصر الكريم، الأخوة والأخوات، مجدداً عهدي معكم وصادقاً في وعدي لكم بأن نمضي قدماً نحو المزيد من العمل والبناء، عازمين على تجاوز الأزمات وتحقيق التنمية، داعمين المزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن. لنقف اليوم مطمئنين، محتفين بالكثير مما تم تحقيقه وبما سيتم إنجازه، لنثبت للعالم مرات ومرات قدرتنا على اقتحام التحديات والعبور بالوطن نحو آفاق المستقبل. حاولوا قوي في الشهور اللي فاتت ان هم يخوفونا ويخوفوا المصريين ويقلقوهم على حياتهم، لكن عايز اقول لكم ان النهارده اللي انتم شفتوه ده هو رد طبيعي، رد طبيعي وقدره حقيقيه لينا كلنا على ان احنا نتحرك للامام. مفيش مشكله عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى، وبيكم مفيش مشكله. بوجه لكم التحيه والشكر والتقدير، وكل عام وانتم طيبين وبلدنا بخير وسلام.